سؤال جايني من جنى فياله، ما اهميه عمليه التحلل وما علاقتها بعمليه البلمره؟ طيب ايه عمليه التحلل يا جماعه؟ عمليه التحلل باختصار عكس عمليه البلمره. يا ريت نبص مع بعض هنا. التحلل عكس البلمره. طب البلمره هي ايه؟ تحويل او ربط جزيئات صغيره اللي هي اسمها مونيمرات لتكوين جزيئات كبيرة بنسميها بوليمرات. بوليمرات. العملية دي هي عملية البلمرة. طب لو الاتجاه عكسي، يعني تفكيك الجزيئات الكبيرة اللي هي البوليمرات إلى جزيئات صغيرة بنسميها عملية التحلل أو التفكك، ودي دايما تتم في وجود المية وبمساعدة إنزيمات فبنسميها تحلل مائي. عملية التحلل تؤيد تكوين مونيمرات يحتاج اليها الجسم. على سبيل المثال الجلوكوز الناتج من هضم او المونيمر بتاع الكربوهيدرات يخزن في عضلات الكبد، في العضلات والكبد يخزن، يعني تحصل له عمليه بلمره على هيئه جلايكوجين. طب ده لما يكون عندك جلوكوز زياده في الدم. طيب لما الجسم يبقى الجلوكوز في الدم قليل يعاد تحلل الجلايكوجين الى جلوكوز عشان نرجع نسبة الجلوكوز، ودي معلومة هتاخدوها في الفصل الثاني في سنة تالتة. النسبة الطبيعية للجلوكوز في الدم يا جماعة من 80 ل 120 ملي جرام في كل 100 سنتيمتر مكعب، وهنكمل كلامنا ان شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، انتظرونا. اهلا بكم من جديد. نرجع لسؤالنا اللي هو ما أهمية عملية التحلل. كنا قلنا التحلل هو تفكك الجزيئات الكبيرة البوليمرات إلى مونيمرات، وخدنا مثال الجلوكوز والجلايكوجين. لما بتاكل سكريات كتير نسبة الجلوكوز في دمك بتزيد عن النسبة الطبيعية اللي هي حوالي 100 ملي جرام، ده المتوسط لكل 100 سنتيمتر مكعب دم. وصلت مثلا سي 300 في الدم، لا الكبد يخزن ال 200 الزيادة مثلا للتشبيه بس في الكبد على هيئه جلايكوجين وفي العضلات. طيب وانت صايم نسبه الجلوكوز وصلت 60، لا يتفكك يتحلل الجلايكوجين مره ثانيه الى الدم عشان يرجع النسبه لل 100 اللي هي النسبه الطبيعيه. ده كان السؤال الاول من جنى فياله، والاسم مكتوب بالانجليزي فانا نقلته كده. يعني مريم عبد الناصر بعت لنا سؤال، وده احنا جاوبناه في حلقه من حوالي شهرين. عند تسخين الزيت عدة مرات يتحول للحالة الصلبة، ليه؟ كنا قلنا انه الزيت سائل، وسبب سيولته انه يحتوي في تركيبه على احماض دهنية غير مشبعة، فعندما يتم تسخينه عدة مرات تتكسر الروابط الثنائية وتتحول لروابط احادية، ويزيد عدد ذرات الهيدروجين في الجزيئات الدهنية، وبالتالي يتحول من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة، من الحالة غير المشبعة الى الحالة المشبعة. دي اجابة السؤال. تعالوا نشوف مع بعض كمان سؤال من ايهاب منصور كاتب كده بالظبط، ازاي الليسوسومات تزيد حجم الخلايا؟ طبعا ما حدش قال ابدا يا ايهاب ان الليسوسومات تزود حجم الخلايا. اللي بيزود حجم الخلايا هو الريبوسومات، لانها مسؤولة عن تكوين البروتين او تخليق البروتين اللي بيزود حجم الخلايا وبالتالي حجم الجسم ككل، يعني مسؤول عن موضوع النمو، ولذلك من فوائد البروتين اللي بتكونه الريبوسومات نمو الجسم. احمد سمير ونور الهدى محمد اتنين بعتين نفس السؤال، يبطن الامعاء الدقيقه نسيج طلائي له دور في عمليه، اظن قلناه واحنا بنجاوب اسئلتنا اللي هو امتصاص الماء والغذاء. النسيج الطلائي المبطن للامعاء الدقيقه نسيج له دور في عمليه امتصاص الماء والغذاء. عندي كمان سؤالين اخيرين. مروه محمود، ماذا يحدث اذا اختفت ثقوب الغشاء النووي؟ طيب يتوقف تكوين حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ طب نرجع بقى لان ده سؤال مركب شويه، نرجع نشوف ثقوب الغشاء النووي فائدتها ايه قدامي هنا؟ فائدتها ان بيخرج منها ار ان اي الذي ينسخ من دي ان اي داخل النواه، يخرج من الثقوب الى السيتوبلازم. والار ان اي ده هو سواء حاجه اسمها ار ان اي الرسول او الريبوسومات بتتكون جوه النواه بتطلع في النوايه. الريبوسومات
والار ان ايه بيصنعوا البروتين. يبقى اذا اتقفلت الثقوب بتاعه النواه اذا لن تخرج الريبوسومات، لن تخرج جزيئات الام ار ان ايه او الار ان ايه الرسول، ولن يتم تكوين البروتينات، وبالتالي تتوقف عمليه تكوين البروتين او تخليق البروتين. يا جماعه سؤال كمان، نسرين علي لتكوين عديد بيبتيد من ثلاث احماض امينيه متشابهه، وانا مخلي كلمه متشابهه بلون مختلف عشان فيها لغط شويه، مرتبطه ببعضها بترتيبات متنوعه فاقصى عدد الانواع السلاسل هو. يا جماعه السؤال ده لابد ان تتغير كلمه متشابهه، لان كلمه متشابهه يعني من نوع واحد، ولو من نوع واحد يعني مثلا حمض الجلايسين ثلاث جزيئات منه، لو ارتبط مهما تغير ترتيب ما هو جلايسين 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 هيبقى نوع واحد. لو كانت من نفس النوع، لو كانت الاحماض متشابهه بمعنى من نفس النوع يا جماعه، يعني من نوع واحد، زي الحرف الف، انا عندي حرف واحد، عندي ثلاث حروف الف، لو رتبتهم باي شكل الف 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 مهما عملت هيبقى نوع واحد من السلاسل. لكن هنا لو الاحماض الامينيه الثلاثه مختلفين، يعني عندي الحمض الف وب وج، حيث الف مثلا جلايسين، ب فالين، ج فينايل الانين، انواع من الاحماض الامينيه. دول بقى لو اترتبوا بطرق مختلفه هيدوني كام؟ هيدوني ست احتمالات يا جماعه لسلاسل عديد البيبتايد المختلفه. طب للتشبيه تعال بص معايا هنا على الورق، عندي الثلاث احماض الف وب وج. ايه الاحتمالات بتاعتهم؟ ان انا اثبت الالف في الاول، فاما تكون الف ب ج، يا اما تكون الف ج ب، ده نوع وده نوع. طب اجيب ب في الاول، يبقى ب الف ج او ب ج الف، ادي نوعين كمان. طب هجيب ج في الاول، يبقى ج الف ب وج ب الف، ست احتمالات عندي اذا كانت الاحماض الامينيه من انواع مختلفه. اما اذا كانت من نوع واحد الف والف والف، فمهما غيرت في الترتيب هتديني نفس السلسله البيبتيديه. اخر سؤال عندنا يا جماعه من هبه عبد الله شعبان، بتقول عدد جزيئات دي ان ايه في خليه بها 10 كروموسومات في الطور الانفصالي للانقسام الميتوزي هو. طب يا جماعه حته الطور الانفصالي والطور الاستوائي والطور التمهيدي دي انتوا خدتوها في الاعداديه في موضوع الانقسام الميتوزي، وانت عارف انه مراحل الانقسام النووي، انقسام النواه اربعه، طور تمهيدي، طور استوائي، طور انفصالي، طور نهائي. في الطور التمهيدي والاستوائي والانفصالي النهائي يحدث الانقسام، يعني مجموع في الانقسام الميتوزي تتكون مجموعتين من الكروموسومات، كل مجموعه تروح ناحيه احد طرفي الخليه. في الطور الانفصالي تنفصل الكروموسومات عن بعضها، بس قبل الانقسام نهائيا في الطور البيني اللي يسبق الانقسام، يسبق الطور التمهيدي، يحدث تضاعف للكروموسومات، تضاعف للماده الوراثيه. تضاعف يعني الكروموسوم اصلا عباره عن جزيء واحد من دي ان ايه، ينسخ نفسه فيعمل جزيء تاني، يبقى الكروموسوم هيبقى جزيئين. طب الخليه فيها 10 كروموسومات، ايوه هيبقوا 20 كروموسوم. اذا العدد للكروموسومات اذا كانت الخليه فيها 10 كروموسومات اصلا، العدد في الطور الانفصال هيبقوا 20 كروموسوم، بحيث انه هينفصل 10 يروحوا لاحدى الخليتين و10 يروحوا للخليه الثانيه، لتتكون خليتين بهما نفس عدد كروموسومات الخليه الام، الخليه الاصليه. ودي فكره الانقسام الميتوزي، ينتج خلايا بها نفس عدد كروموسومات الخليه الام، الخليه الاصليه. ولو في فرصه في المراجعات ان شاء الله هشرح لكم الجزئيه دي بالتفصيل، جزئيه الانقسام الميتوزي والميوزي، لانها طلبت مني رغم ان هي كانت عليك في اعدادي، لكن برضو علشان اساعدك في ثالثه ثانوي في باب التكاثر تبقى عارف ايه الانقسام الميتوزي وايه الانقسام الميوزي. دي كانت اسئلتنا النهارده واسئلتكم، تعالوا نشوف مع بعض درسنا النهارده.